وسلامة صف شرنا الوطنية، ما بنسى الما وسلامة، ما بنسى الما وسلامة، ما بنسى الما وسلامة، ما بنسى الما وسلامة. صبحك الله بالخير يا معيوف، تذكرني؟ ابو زياد هو بشحمه ولحمه، كيف حالك؟ عساك بخير. كيف حالك انت؟ الحمد لله الحمد لله. هات علومك. ماشي علوم من صوبك، ما قلت لنا علوم اخبار. ماشي تسلم من دون. الحمد لله. كذا عقول ابو زياد كذا، مو صادتك الدنيا انت؟ يا معيوف الدنيا ما تصرف وتبلع، الدنيا تمزق وبالذات الناس الفقارة. تبر لي شوية. أقول مسلم؟ وين مسلم؟ نعم يا عمي. تعال هنا جيب حليب خالص حول عمك أبو زياد. ها تستاهل أبو زياد، تستاهل. نعم هي تحرك إن شاء الله. ما تقصر ما تقصر يا معيوف، ما تقصر أنت. أقول أبو زياد، قول مو سويت محرمتك الأولية؟ مو أسوي بيولها يا أبو زياد، ترى الحرمة الأولية ما تجيب أولاد أبد. كيف ما مشيت مو شهر العسل؟ شهر عسل؟ ومو دخل شهر العسل بالإنجاب يا معيوب؟ الله يهداك، أنا جاي أسأل عن سلمى، أبغاها تشوف لي حل مع زوجتي. اسمع يا أبو زياد، تو في هاللحظة بيجي سعيد أخوها سلمى وبيشيل لك فرد من الخدمة عند سلمى هناك البيت. مشكور يا معيوف مشكور، ما تقصر. هي بس عاد اذا تبغانا هالمره ننقح لك كاسر ورحماني، ما تخبر حلمتك الاوليه ولا تراها بتربشنا ربشه ربشه تكسر الحبل فوق روسنا. اوعدك يا معيوف اوعدك، اذا سويت ملكه تكون انت اول مدعوين. اكون انا اول مدعو عليها من حلمتك الاوليه بصراحه ابو زياد. أبوي سلمى عندها ألف طريقة وطريقة، بس ما بتخلي الأولية توافق على الثالثة، لا إلا الثالثة توافق على الربع. المشكلة صعبة عليك يا سلمى، إذا كانت صعبة ننسى الموضوع وأقوم أتوكل على الله وأمشي. والله حيرتني يا أبو زياد، لو تسألني عن رأيي في قضية الزواج من واحدة ثانية طبعاً أنا ضد هذه الفكرة. بس أنا شرحت ليش وضعي وحالتي مختلفة عن غيري، وأنا ما طلبت أشوفي إلا من حب نابع مني إلى زوجتي الأولية. اليوم عرفت إني راح أتزوج عليها وهي ماشية على لسانها غير كم طلقني طلقني طلقني، ويمكن لو واحد غيري كان طلقها من زمان. بس المشكلة المشكلة يا سلمى إني أحبها. سبحان الله. هي والله يا أخوي سعيد أحبها. ومشكلتك انك انت محروم من الاولاد. هي نعم، واغلب الظن ان العيب منها حسب فحص الطبيب. لكن انت قبل شويه قلت ان العلاج ما خلص، ليش ما صبرت وبعدين خطبت؟ لكن العلاج طول، صار الحين صار 12 سنه، 12 سنه يا سلمى، عمري كله خلص. ابغى ولد، ولد يجيني ويناديني يقول لي ابوي. قولي إذا أنا كنت غلطان. أنت بالضبط شو تبي؟ إيش قصدك من هالهية هذه؟ بس لا تربط شيء بشيء ثاني. والله ما قصدي إلا الخير حرفنتين، أنا أبغاش تكلمين زوجتي الأولية بطريقتش الخاصة وتقنعيها إنها تبقى معاي وما تطلب الطلاق. سالم؟ نعم أمي، تو أنت بعيدة تجلسي لين الصبح؟ لو أوصل إلى حل جذري وما أنام يومي ثلاثة سنة ما عندي مشكلة، ما يهمني. لكن المشكلة اللي عندي إن هذا الرجال جاني بمشكلة ضدي.
كوني انا امرأة. امي المشاكل بين الرجال وحرمتهم ما بتخلص، ولا هو مسكين ولا هو اول واحد بياخذ واحدة ثانية على زوجته. لا يعني تبغاني اوقف في صفه صح؟ امي بقول الشيء واحد وبروح انام، مهمتش انك انت تحلين مشاكل الناس، وهذه المشكله قدامك. اذا قدرت تحل المشكله حلي، واذا ما قدرت تحل المشكله حوليها على سلامه وانتهى الموضوع. وضميري يا سالم؟ انت بالش وما ضميرش، خليش مع الواقع. لو الزوجة شمس. يا الله ضربتيني على البطر الخسحاس. لو تزوجة شمس انت يعني لو تزوجتها ترضى انك تتزوج عليها واحدة ثانية؟ والله في الحقيقة اذا في مشاكل ما بيننا محتمل، يعني الحرمة ما تجيب اولاد، والرجال يبغاله كمين قائم يملوا عليه البيت. والله لا يقول ان شمس ما تجيب اولاد، بعدين ما لا تخوفيني وتقولي لي ان شمس ما تجيب اولاد. ما انا جالس من الحين صار لي ساعتين وجالس معاش واتناقش معاك، ما تصبحين على خير. يوم جانا لك الرجال، انا اعرف الرجال لكن هو ما نشد عني، نشد عن سلمى. وش يبي هالريال؟ ما في بالبلد الا سلمى، يعني انا موجوده انا اللي اساعدكم واقف معاكم. قامت تتمايل اخواني ها شبابها، انا مو دخلني، هو متورط اللي يسلمش الرجال متورط، ماخذ حرمه على حرمته الاوليه، وتو الحرمه الاوليه لابق النار تبقى الطلاق منه. حلو حلو، انا ادور المشاكل اموت في المشاكل، وبعدين حلها عندي، حلها عندي وانا مهندي. زين ابوي مشي خذي المساله منك مع انسان ما عندي انا. ها ها وصل اسعيد، اسعيد ود الحلال. زحزح ذا اللي جبان من قدامي مهنة، روح مربع عنكم خذها. لا روح زي روح اسعيد، ولي عافيك ابيك توصلني. وين؟ السيب. خيب السيب؟ معزومة على الغداء عند ناس. عاد الحين بارك الله فيك. ما فيها شيء الحين، وتنطرني 10 دقائق فقط لا غير. يعني اسير وارجع؟ ما تعجبيني. تفضلي تفضلي. ذبحتيني، انزلي فكيني بس انزلي قطيعتك، صعب لي
عامل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله عليكم الأولاد، حسبي الله عليكم الأولاد. كسرتوا السيارة، كسرتوا السيارة، مش فيكم. تعجبوني بس أذيتوني. وين سلام هاي؟ قصت علي شوف، قالت 10 دقائق الحين بتتأخر. إذا أنا ما كسرت رأسه اليوم هذا. أنت مو أخبارك؟ وين هذه الحرمة؟ الحرمة في السيارة. هذه حرمة؟ هذه بليس شكل حرمة. اسمع، روح وشلها مكان ما جبتها ولا بتلحقها ترك. تظن هالشكل أنت؟ أنت ما لك نية تروح من قدام بيتي؟ أنت متسبب حال نفسك اليوم. أنا نيتي صافية. امسك بس. ممكن عاد تبطل كندورتي؟ وإن جيت مرة ثانية هني والله بحش ريولك حش. هذا آخر مرة حالك. واضح ومفهوم. ممكن أمشي عاد؟ لا تجيبها مرة ثانية. مفهوم؟ لا، ما في أمل أجيبها لك مرة ثانية. قل لي يا أبو زياد، أنت تزوجت ولا خطوبة بس؟ لا، هي مجرد خطبة. أما ترتيبات الزواج والعرس بعده ما صار فيها شيء. أنت ما قلت أنك في طور العلاج مع زوجتك الأولية؟ أيوة، بس ما صار شيء. يعني ما في شيء إيجابي يخدم العلاج. 12 سنة ما شوية. قول لي إيش كثر باقي من وقت العلاج؟ من 3 إلى 4 أشهر. تبى رأي يا أبو زياد؟ والله أبغى أسمع رأيش، وتقومين معاي وتحلين مشكلتي وتقنعين زوجتي الأولية إنها توافق بزواجي من الثانية. شوف يا أبو زياد، طلبك إني أحل مشكلتك بحاول قدر ما أقدر، لكني إني أكون معاك وأقنعها صعب علي. تعرف ليش؟ لأنها حرمة مثلي، والوقت المطروح لحل المشكلة لا زال ما انتهى. ليش ما تعطي نفسك مجال عشان تنتظر شوية؟ بس سؤال وأرجوك أنك تجاوبني بكل صراحة. قولي. أكيد بجاوبك بصراحة. لو بعد شهر بإذن رب العالمين طبعا استجابت زوجتك الأولية للعلاج وحملت، بتترك الثانية؟ والله يا سلمى، أنت تحطيني النتائج قبل الحلول. يعني أنت هذا رأيك يا سلامة؟ يا أبو زياد، المرة لازم تعرف الريال إذا بغى شيء يسوي، ما يهم العيال، يابت عيال ولا ما يابت، ويقدر يتزوج مكان المرة الوحدة 2 و3 و4 وكلهم يبوا العيال. إيش لك بهالقشرة اللي قاعد معاها؟ وخر عنها وخر. الله الله يا مريم، هي من الجلسة زينة، خضرة وجو طبيعي أحسن من داخل. أكيد المكان هنا أحلى من البيت. هذا واجد يا مريم. هذا ولا شيء، أنا لو بيدي أملي لك هاي المزرعة كلها. الله يخليش يا مريم. ما قلتي لي يا حبيبتي ايش احسن وجبه تطبخيها؟ لا يا حبيبه ديالي، انا ما اطبخ ولا عمري دخلت المطبخ. وش بدي تشم فيا ريحه البصله واللحم وحالتي حاله؟ لا طبعا حبيبي. تعرف شنو كنت منه؟ قولي تدللي اذا بيصير يتحقق. حبيبي بغيت شغاله، يا ريت يكونوا زوج باش يجهزوا لنا الاكل ويطبخونا، وانا وانت من ايام نفسنا. ممتاز، كل شيء وقته. حبيبي انا بغيت كل شهر نطلب منك طلب، ولكن ما بغيتكش تقلق مني. لا 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 لا، انا ازعل منك انت؟ ابدا ابدا. على ما كان ظني يا الحبيب ديالي ان مهري لازم ما يقل عن 3000 ريال.
وانا صراحة ما بغيتش اكتر. غادي تقول لي علاش؟ غادا نقول لك لحقاش اختي نوسة مهرها 5000 ريال. ايوا شنو رأيك؟ دم ولا يهمش، صار خير يا حبيبتي. وانا عشان خاطرك وخاطر عيونك غادا نكتب عليهم يا الحبيب ديالي، وغادا نقول ليهم مهري 5000 ريال. واخا يا حبيب ديالي. اقول حبيبتي صار شهرين ما تقلتش عاني تدلل، قولي باغي شيء محتاجة قولي. لا ماما، أتمنى الهدايا اللي كلهم أحلى من كل شيء أبدا من عندك. بعدين أتمنى من رب العالمين أنه يعطيني الصحة والعافية ويغلي من علي الدنيا. آمين آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. قلنا السالفه يا ابو زياد، ترى ساعات الدنيا تصير لغز والحل تلقى عن اقل الناس. احنا ما نريد نسمع مديح، ما دام ان الحل انوجد فاحنا مبسوطين لك يا ابو زياد. يا ابو زياد احنا عارف ان السلامه وقفت معاك هذاك الوقت. كلها وجهات نظر. انا من طلعت من مجلسكم المبارك صرت افكر 5 ايام بلياليها، وانا افكر 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 وتذكرت أيام العزوبية وكيف كنت أعاني، خصوصاً بعد وفاة الوالدة المرحمة، وكيف كانت حالتي. وتذكرت يوم قدمت حال مريم وحياتنا مع بعض والسنين اللي مرت علينا بحلاوتها ومرارتها. زين أبو زياد كمل، نبغى نسمع السالفة زياد. إلى اليوم اللي تقدمت فيه حال نيلي، الزوجة الثانية اسمها نيلي. بس خلاص نيلي، الكلام واقف عنده. نعم الكلام واقف عنده. برايك انت لا تاخذوا عليه، هذا مندمج. تعرفوا اكتشفت اشياء تخوف، ما تصدقون لو قلت لكم اياها في الزوج الثاني. اظنه يبغى يتزوج البيت المسمون طلباتها اوامرها غرورها، لا ولا شرطها في حفل زفافها. معقول يا ابو زياد تبى تخليك خاتم في صبعه؟ في زوجات الله يسامحهم يعقدوا الأزواج، والأخير كان مسكين أبو زياد. ذكرت كل كلمة قلتي لي إياها في المجلس المبروك، وقلت لنفسي ليش معصبر 4 أشهر؟ هي فترة ما طويلة بالنسبة ل 12 سنة عمر بيني وبين مريم. الفترة كانت فرصة لك تتأمل حياتك مثل الوقفة. صحيح، وقفت مع نفسي وراجعت نفسي وقلت يا ترى كيف بيكون مستقبلي لو تورطت بزواج من واحدة مثل نيلي؟ تو انت بالله عليك ما نقيت غير واحدة اسمها نيلي؟ آيس كريم هي؟ يا ابو ترى وشو كانت النتائج؟ النتيجة الحمد لله انا فسخت الخطبة، ومريم حامل يا سلمى حامل. شفت كيف؟ ايه الحمد لله على هذه النعمة. الحمد لله الحمد لله. انا صار لي 12 سنة وينادوني يا ابو زياد وانا ما عندي زياد، لكن الله اذا رزقني ولد بسميه زياد ان شاء الله. ان شاء الله يا رب تسميه زياد، سميه ناقص المهم تجيب ولد. الحمد لله. والصراحة ترددت واجد لان سلامة لعبت بعقلي وعواطفي. بصراحة سلامة مشكلة، وين ما تحل يحل الخراب، تهدم ما تبني. ايه وتسوي لها كل شهر 1000 مشكلة. ايه لو سامع شورها كان اليوم انا في ورطه ما بعدها ورطه،
كنت أطلق زوجتي والسبب سلامة. الله يقطع إبليسه، شيطانة لابس الباس شيطان بصورة آدمي. مشكلة سلامة إنها خالية من العاطفة تماما، والعقل عندها لا يصلح للاستعمال. ما تستعمل منه إلا صوب الشر، كلمة خير ما عندها.